السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا الصف الأول الابتدائي المادة العلوم، الفصل الدراسي الثاني، عنوان الدرس الطقس من حول كيف أقيس الطقس. المعلم المعد هو أناهيد خير بدر، المعلم المقدم مشعل بن سيف الشهراني. لنبدأ الدرس، هيا بنا. التهيئة، كيف نعرف أحوال الطقس يوميا؟ كيف نعرف أحوال الطقس يوميا؟ الآن تأمل معي في هذه الصورة، كيف نعرف الطقس في هذه الصورة؟ نلاحظ في هذه الصورة كيف نلاحظ الطقس لهذا اليوم في حالته. نلاحظ الآن هذا هو بالنسبة للرموز، هذا يدل على أن الجو أو الطقس سوف يكون هناك هطول أمطار وسوف يكون جزء منه مشمس. ممتاز. بالنسبة لدرجة حرارة الطقس، الصورة درجة 16 درجة مئوية والعظمى 25 درجة مئوية. فعرفنا الآن الطقس وأحوال الطقس يوميا كيف نعرفها عن طريق إما تكون نشرة جوية أو مواقع رسمية لحالات الطقس. علماء الطقس يدرسون الطقس، علماء الطقس يدرسون الطقس وما هو؟ يستخدمون دائما العلماء أدوات تساعدهم على قياس أحوال الطقس. لو نلاحظ في هذه الصورة، استخدموا العلماء أداة لقياس الطقس، استخدموا العلماء أداة لقياس الطقس. فدائما العلماء يستخدمون أداة تساعدهم لمعرفة أحوال الطقس، لمعرفة أحوال الطقس. كيف نقيس الطقس؟ بعض من أحوال الطقس التي يقيسها العلماء، أول شيء اللي هو درجة الحرارة مهمة جدا لمعرفة الطقس. درجة الحرارة مهمة جدا لمعرفة الطقس، هل هو الطقس اليوم حار أم بارد؟ فدائما العلماء أول واحد في أحوال الطقس اللي هو درجة الحرارة. ثانيا من أحوال الطقس التي يقيسها العلماء الذي هو الأمطار، يقيسون هل هناك أمطار لهذا اليوم أم لا. وثالثا من بعض من أحوال الطقس التي يقيسها العلماء الذي هو الرياح، هل هناك سرعة رياح عالية أم سوف تكون الرياح عادية. فعرفنا الآن أن العلماء يستخدمون أحوال الطقس التي يقيسها العلماء هي درجة الحرارة والأمطار والرياح. فعرفنا أن الطقس لابد أن يمر بثلاث مراحل. أول مرحلة هي درجة حرارة الطقس، هل سوف يكون درجة الحرارة عالية أم منخفضة. الأمطار، هل سوف تكون هناك هطول أمطار أم لا. وثالثا الرياح، هل سوف تكون هناك رياح عالية أم متوسطة أو عادية. أدوات قياس الطقس، أدوات قياس الطقس، لماذا تقاس درجة حرارة الجو؟ لو نلاحظ الآن في هذه الصورة، لماذا تقاس درجة حرارة الجو؟ تقاس من خلال هذه الصورة، نلاحظ أن الجو سوف يكون أو الطقس سوف يكون نسبيا حار بسبب وجود الشمس. فنلاحظ الآن بماذا تقاس درجة حرارة الجو؟ يستخدمون دائما العلماء جهاز أو أداة يستخدمونها الذي هو يسمى مقياس الحرارة، يسمى مقياس الحرارة. تقاس درجة الحرارة بأداة تسمى مقياس الحرارة. نلاحظ في هذه الصورة مقياس
الحرارة نلاحظ في هذه الصورة مقياس الحرارة الذي يقاس به درجة الحرارة. طيب لو نلاحظ الآن في هذه الصورة، توقع معي كم هي درجة الحرارة في هذا المعيار؟ كم هي درجة الحرارة في هذا المعيار؟ لاحظ سوف تكون درجة الحرارة في هذا المعيار 50 درجة مئوية، 50 درجة مئوية. فعرفنا الآن العلماء يستخدمون مقياس الحرارة لقياس درجة الحرارة بالنسبة للطقس. قياس درجة الحرارة، أنا في هذه الصورة المؤشر سوف يكون إيش، منخفض أم مرتفع؟ سوف يكون منخفض في هذه الصورة، فهذا سوف يدل لنا أننا سوف نشعر بالبرد. فعرفنا الآن قياس درجة الحرارة، عندما تنخفض درجة الحرارة سوف ينخفض المؤشر ونشعر بالبرد، وسوف نشعر بالبرد. نلاحظ في هذه الصورة أن الجو أو الطقس سوف يكون حالته باردة بالنسبة لهذا معيار الحرارة. قياس درجة الحرارة، عندما ترتفع درجة الحرارة يرتفع معها المؤشر ويصبح الجو ساخن، ويصبح الجو ساخن. ونلاحظ في هذا المعيار لدرجة الحرارة أن درجة الحرارة سوف تكون مرتفعة، وبذلك سوف يكون الجو حارا بالنسبة للطقس، سوف يكون بالنسبة للطقس حارا بسبب المقياس الحرارة الذي دل لنا أن الطقس سوف يكون مرتفع درجة الحرارة، سوف يكون الطقس ساخن. أدوات قياس الطقس، هل نستطيع قياس كمية المطر؟ برأيكم هل في إمكاني أن أقيس كمية المطر؟ لاحظ هذه الصورة أننا الأمطار، هل يمكن قياس كمية المطر؟ نعم نستطيع أن نقيس كمية المطر بأداة تسمى مقياس المطر، بأداة تسمى مقياس المطر، هذه تستخدم لقياس كمية المطر الذي هطل بالنسبة للأمطار. فعرفنا الآن أن كمية الأمطار تقاس بأداة تستخدم لقياس المطر، فعرفنا الآن كمية المطر تقاس بأداة تسمى مقياس المطر. الآن نروح لثالث شيء من أدوات قياس الطقس الذي هو يقيس الرياح، تسمى السهم الدوار. السهم الدوار أداة تقيس اتجاه الرياح، فبهذا الأداة نعرف اتجاه الرياح، إما تكون رياح شمالية أم شرقية أم غربية أم جنوبية. فعرفنا الآن أن السهم الدوار يفيد لنا بمعرفة اتجاه الرياح، فمن أدوات قياس الرياح هو السهم الدوار. فعرفنا السهم الدوار هو أداة يقيس لنا اتجاه الرياح، هل هي رياح شمالية أم جنوبية أم غيرها. الآن عند التقويم، اسحب الصورة نحو أداة القياس المناسبة. الآن عندنا 3 أدوات للقياس مقابلها، كل أداة صورة مناسبة لها. عندنا أول أداة ثم السهم الدوار، مقياس المطر، مقياس الحرارة. عندنا الآن بعض الصور، كل صورة لابد لها أداة مناسبة لها. نلاحظ الآن، نلاحظ ممتاز أحسنت، مقياس الحرارة هذا هو أداته بالنسبة للصورة. نلاحظ الآن في هذه الصورة أن مقياس الحرارة مرتفع، نلاحظ أن الجو درجة حرارته سوف تكون عالية،
فهذا بالنسبة لمقياس الحرارة، الصورة هذه بالنسبة مناسبة لمقياس الحرارة. نأتي الآن لثاني صورة، مقياس المطر. نلاحظ هذه الصورة تدل على معرفة كمية المطر لقياسها. الآن نعرف الرياح وفائدتها باستخدام السهم الدوار. رأينا الآن هذه الصورة مناسبة للسهم الدوار، أداة السهم الدوار، أداة السهم الدوار. فعرفنا الآن كل صورة مناسبة لها أداة، فأداة المقياس الحرارة هذه الصورة مناسبة لها، مقياس المطر أداة يسمى مقياس المطر يقيس كمية المطر، فهنا الرياح ومعرفة اتجاهها باستخدام أداة تسمى السهم الدوار. السهم الدوار يعلمنا اتجاه الرياح، يعلمنا اتجاه الرياح. الآن نلاحظ ما أهمية قياس الطقس. الآن ما الفائدة من معرفة قياس الطقس؟ عندما نقيس أحوال الطقس فإننا نغير من تصرفاتنا لنعرف أولا ماذا نرتدي من الملابس وماذا نأكل. فعرفنا الآن الطقس يفيدنا من إيش؟ من ناحية ارتدائنا للملابس وماذا نأكل. فإذا أصبح الجو أو أحوال الطقس باردة فإننا سوف نرتدي الملابس الشتوية، أما إذا كان أحوال الطقس حارة فنحاول نرتدي الملابس الصيفية. فبهذا عرفنا أن الطقس له أهمية لقياس، لمعرفة ماذا نرتدي من ملابس وماذا نأكل. فعرفنا أهمية الطقس. من أهمية الطقس متى نبعث الخارج؟ فإذا عرفنا ما طقس اليوم، هل هو هناك هطول أمطار أو سوف يكون الطقس بارد أو حار جدا، فنعرف متى نلعب في الخارج. فإذا كان الطقس ممطر فنؤجل اللعب إلى وقت آخر. فعرفنا الآن أن الطقس قياسه لابد منه لمعرفة كيف نلعب أو متى نلعب. فهنا الآن في ملاحظة السفر متى نسافر، فعرفنا الآن أن الطقس أو أحوال الطقس لابد أن نعرف متى نسافر. فإذا كان الطقس ممطر أو هناك رياح عالية فإن السفر يكون خطرا جدا. فنلاحظ أن الجو لابد أن نلاحظ الطقس أهميته، أهمية قياس الطقس. فمتى نسافر له أهمية أحوال الطقس. عرفنا أن أحوال الطقس مهمة جدا في الرحلات الجوية في الطيران وفي السفن وفي الرحلات البرية. الآن عندنا التقويم من الجدول التالي، كيف نعرف أي أيام الأسبوع كان أكثر حرارة؟ الآن عندنا هذا الجدول، نريد أن نعرف أي الأيام في الأسبوع كان أكثر حرارة. في خلال الآن أريد أن أعرف أي الأسبوع، نستخدم أولا أجد مكان آمن لوضع ميزان الحرارة، ثانيا أقيس درجة الحرارة وأسجلها لمدة أسبوع، ثالثا أقارن البيانات لأجد أي يوم كان أكثر حرارة. فعندنا الآن هنا جدول مكون من أحد واثنين وثلاثاء وأربعاء وخميس والجمعة والسبت والأحد. هذه الأيام استخدمنا فيها درجة الحرارة وعدنا تسجيل لدرجة الحرارة لكل يوم، فقارنا ونلاحظ الآن أي الأيام التي سوف تكون درجة الحرارة أكثرها. نلاحظ هنا في الجدول أي الأيام سوف تكون درجة الحرارة عالية. نلاحظ الآن هذا الجدول، نلاحظ
سوف يكون اليوم الذي يكون أكثر حرارة الذي هو يوم الثلاثاء، سوف يكون يوم الثلاثاء هو أكثر الأيام أكثر للحرارة، فنلاحظ درجة الحرارة سوف تكون نهارا 18 وفي الليل سوف تكون 11 لهذا اليوم. الآن عندنا الملخص لدرسنا لهذا اليوم، نتكلم عن الطقس من حولنا، كيف أقيس الطقس. الطقس يختلف من يوم إلى آخر، فنلاحظ الآن الطقس كل يوم يختلف عن اليوم الآخر، يوم سوف يكون مشمس ويوم سوف يكون غائم وهكذا، فنلاحظ أن الطقس يختلف من يوم إلى آخر. دائما نحتاج إلى أدوات لقياس الطقس، دائما نحتاج إلى أدوات لقياس الطقس لمعرفة درجة حرارته ومعرفة الرياح والأمطار. يؤثر الطقس على سلوكنا وتصرفاتنا، فنلاحظ الطقس لابد إذا عرفنا أحوال الطقس نعرف أنه سوف يغير على سلوكنا وتصرفاتنا، من ناحية الملابس التي سوف نلبسها ومن ناحية الأكل وسوف واللعب وفي حالات السفر. فعرفنا الآن أن الطقس يؤثر على سلوكنا وتصرفاتنا كثيرا جدا وله أهمية من ناحية الرحلات وغيرها. الطقس نستخدم دائما فيه أدوات لقياس الطقس، أدوات لقياس الطقس. أول أداة لأدوات قياس الطقس اللي هو مقياس يسمى مقياس الحرارة، يقيس درجة الحرارة، إما يعطينا درجة حرارة عالية أم درجة حرارة منخفضة. فهذه أول درجة أو أول أداة من أدوات قياس الطقس اللي هو مقياس الحرارة، يقيس بها درجة الحرارة. عندنا الآن من أدوات قياس الطقس هو مقياس المطر، يقيس كمية المطر التي هطلت بالنسبة للأمطار. فعرفنا الآن أن أداة قياس الطقس اللي هو مقياس يسمى مقياس المطر، يسمى مقياس المطر، هذا يستخدم لمعرفة كمية المطر. عندنا الآن نجي لأداة من أدوات قياس الطقس الذي هو يسمى السهم الدوار، يحدد اتجاه الرياح زي ما ذكرنا أنه سوف يفيدنا في معرفة اتجاه الرياح، هل هي اتجاه شمالية أو جنوبية أو شرقية أو غيرها. عرفنا الآن أن السهم الدوار يحدد اتجاه الرياح، يحدد اتجاه الرياح.